لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه ومن والاه. بعد، من كتابي مختصر الرحيق المختوم، بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو متدثر قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به وجاهد في الله حق جهاده وقام يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول: ثلاث سنوات من الدعوة السرية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، يعني حجتهم تقليد الآباء، أنهم وجدوا آباءهم على هذه الطريقة فهم يتبعونهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب ومحتلين مركزها الرئيسي ضامنين حفظ كيانها، لأنهم كانوا يقولون: نحن أهل حرم الله، وكانوا يسمون أنفسهم الحمص، يجعلون لهم ميزة على بقية العرب حتى في عبادة الحج. قال: فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم، أي يهيجهم ويذعرهم عليه صلى الله عليه وسلم. الرعيل الأول: وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره، جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة ابن شراحبيل الكلبي، وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وصديقه الحميم أبو بكر الصديق أسلم هؤلاء في أول يوم، في أول يوم الدعوة، يعني أول يوم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ربه سبحانه وتعالى أسلم هؤلاء. أسلمت خديجة رضي الله عنها وهي أول من آمن به وأول من نصره وآزره رضوان الله عليها، وآمن به زيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه، وكان يدعى زيد بن محمد فقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان صبيا ابن 8 سنين، وكان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا طالب كان معيلا عنده عيال كثيرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا ورباه عنده، وكان هذا من مما قدره الله من السعادة لعلي رضي الله عنه. وكذا آمن به صديقه المقرب الحميم أبو بكر رضي الله عنه. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مؤلفا ومألفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعوته عثمان بن عفان رضي الله عنه، والزبير بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وسعد بن أبي وقاص الزهري، وطلحة بن عبيد الله التيمي رحمهم الله ورضي الله عنهم. فكان هؤلاء النفر 8 الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. فننظر هنا في فائدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله عز وجل بدأ بأهل بيته، ثم بدأ بأصدقائه المقربين ممن يرى فيهم الصفات الحسنة، ممن يحبون الحق والخير. وهكذا ينبغي أن تكون الدعوة الفردية، أن كل واحد منا يدعو أقرب الناس إليه. ولا شك أن أهل الإنسان من أسرته وأقربائه ورحمه أولى بالخير وأولى بالشفقة والرحمة، أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى محبة الله عز وجل، إلى امتثال أمري واجتناب نهي، وكل ذلك برفق ولين وشفقة وخوف وحب، مع الصبر على ذلك وعدم الملال. كذلك أيضا الأصدقاء، كل منا له أصدقاء، وأصدقاء مقربون منه، وكل منا يعلم صفات صديقه، من المحب للخير، من الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، ومن كل منا بهذه الصفة. ومن ثم فعندنا أناس يصلون لكنهم لا يعرفون شيئا مثلا عن العقيدة الصحيحة، عن الاتباع الصحيح، عندهم معاصي، عندهم ضعف الالتزام،
فهذا يحتاج إلى من يتعهده ويحفظه القرآن ويعلمه السنة ويعلمه الاتباع الصحيح ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يكون داعيا إلى الله عز وجل، يتعلم ويعلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا محببا من قومه، وكان رجلا سهلا، وكان رجلا يؤلف، وكان قومه يألفونه ويجلسون إليه، فيستغل هذه الصفات الطيبة في الدعوة إلى الله، وكانت الدعوة سرية، فدعا من يثق به فأسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه من؟ عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وامرأته أم سلمة، والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، وعثمان بن مضعون الجمحي، وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيد بن الحارث ابن عبد المطلب، وعبيد بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية، أخت عمر ابن الخطاب، وخباب بن الأرت التميمي، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه خطاب بن الحارث، وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوه معمر ابن الحارث، والمطلب ابن أزهر الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم ابن عبد الله ابن النحام العدوي، وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله ابن مسعود الهذلي، ومسعود بن ربيع القاري، وعبد الله بن جحش الأسدي، وأخوه أبو أحمد ابن جحش، وبلال بن رباح الحبشي، وصهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وأبوه ياسر وأمه سمية، وعامر ابن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن أم أيمن بركة الحبشية، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلا وامرأة، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة. قال ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم
قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء من الصلوات الخمس، هل افترض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها انتهى. وروى الحارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. وقد روى ابن ماجه بمعناه، وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس وكان ذلك من أول الفريضة. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك. وهكذا مرت 3 أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها عرفت لدى قريش، وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانا واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. إذن الصلاة في أول الإسلام كانت ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، هذه هي الصلاة أول ما فرضت، وكانوا يصلون هكذا. وأما الصلوات الخمس فإنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. استمرت فترة الدعوة السرية 3 سنوات، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو من يثق به، وكذلك أصحابه الذين أسلموا كانوا يدعون من يثقون به، وكانوا إذا صلوا يستخفون بصلاتهم، يعني يصلون في الشعاب. ومع ذلك فشى ذكر الإسلام بمكة، لكنهم لم يأبهوا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض بعد لآلهتهم، وأمر بذلك عندما أمر بالدعوة جهارا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حدثت المواجهة بين المشركين وبين دعوة الإسلام وممثلة في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.